خبر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وذلك أن الحلف بالواو يجعل المعطوف والمعطوف عليه متساويين، لأن الواو تفيد مطلق الجمع، فتقول دخل محمد وزيد يعني اجتمعا في الدخول، هذا معناه، بخلاف ما إذا قلت دخل محمد ثم زيد، لأن ثم تفيد التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بمهلة. فإذا قلنا دخل محمد ثم زيد فمعنى ذلك أن محمدا دخل أولا وبعد مدة دخل زيد، وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم من تأخير مشيئة العبد. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي خبر قتيلة الآتي رضي الله عنها الجهنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، وهذا في المسند، فدل على أن الشرع يقصد الفصل بثم، لأن ثم تفيد تراخي ما بين المعطوف والمعطوف عليه. فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فدل على أن قول ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم فلان يجوز. أما إذا قيل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان فلا يجوز،